من بالعرض الحمراء وبيشوط ولا لم يكن ما وصل إليه من قبيل الصدفة، فهو أحد نجوم الزمن الجميل. تخرج من قطاع الناشئين بالأهلي، فكان من أفضل الذين شغلوا مركز الظهير الأيسر خلال فترة التسعينات في الكرة المصرية عندما كان لاعبا، وآخر من توج بالأميرة الأفريقية رفقة المارد الأحمر خلال فترة عمله كمدرب، صاحب القذائف المدوية والعرضيات الساحرة. إنه محمد يوسف، مواليد 9 أكتوبر عام 1970. بدأ يوسف مشواره الكروي في النادي الأهلي بقطاع الناشئين عام 81، فكان عمره حينها 11 عاما. تدرج في جميع الفئات العمرية وسيطر على مركز الظهير الأيسر ليخطف أنظار الألماني فايتسا المدير الفني للفريق الأول حينها، ليتم تصعيده في عام 1989. انطلق كالصاروخ رفقة المارد الأحمر، فلعب يوسف بقميص الأهلي ما يقرب من 10 أعوام كان فيها لاعبا جوكر، كونه يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيسر. صعد على منصة التتويج رفقة الأهلي فحصد الألقاب واحدا تلو الآخر، فحقق 16 بطولة مع المارد الأحمر محليا وإفريقيا وعربيا. وبعدها سعى يوسف لخوض تجربة احترافية في تركيا، فلعب لصفوف دينزل سبور، فلعب له موسمين، ثم انتقل إلى ديار بكر ولعب في صفوفه عام واحد. أنهى رحلته في أوروبا وعاد للدوري المصري، فلعب لصفوف إنبي موسمين ليختتم فيه مسيرته الكروية عام 2004. كما أن ليوسف باع طويل مع المنتخب الوطني، فخاض معه ما يزيد عن 50 مباراة دولية، وكانت أولى مبارياته الدولية أمام المغرب عام 93، وكان من المحظوظين الذين لعبوا تحت قيادة الجنرال الراحل محمود الجهري، فتوج معه بأمم أفريقيا عام 98 ببوركينا فاسو، كما لعب أيضا بكأس القارات عام 99. اتجه للتدريب، فكان من حسن حظه التواجد في جهاز الداهية البرتغالي مانويل جوزي صاحب الطفرة الكبيرة في تاريخ الأهلي، فشغل منصب المدرب المساعد وتعلم وثابر واجتهد حتى وصل إلى منصب الرجل الأول في القلعة الحمراء، وذلك بعد رحيل حسام البدري عام 2013. ورغم صعوبة التوقيت، لكن يوسف استطاع التتويج رفقة الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2013 بكتيبة من النجوم مثل بركات ومتعب ووائل جمعة. استعد هذه آخر مرة عانق فيها المارد الأحمر الأميرة الأفريقية، كما توج بالسوبر الأفريقي عام 2014 على حساب الصفاقس التونسي. رحل عن تدريب الأهلي وخاض العديد من التجارب الأخرى، أبرزها الشرطة العراقي وبتروجيت وسموحة. ثم عاد محمد يوسف للأهلي مجددا، فعمل كمدرب مساعد في الجهاز الفني للفرنسي باتريس كارتيرون بالإضافة إلى الأورغوياني مارتيل لازارتي، وقاد الفريق في فترة انتقالية بعد رحيلهما حتى تم تعيين ريني فايلر ليخرج من الباب الكبير للقلعة الحمراء. عن كواليس فترته الأخيرة داخل الأهلي، هل تعرض كارتيرون للظلم في الأهلي؟ رؤيته لإدارة ملف تجديد اللاعبين الكبار في الأيام الماضية، بماذا ينصح أحمد فتحي وكيف يرى موقف حسام عاشور؟ فيروس كورونا وتأثيره على الدوري هذا الموسم، كل هذا وأكثر يجيب عنه محمد يوسف ضيف جمهور التلتة مع إبراهيم فايق. وهيعمل بالعرض الحمراء وبيشوط ولا